السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كيجي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نذاكر مع بعض دلوقتي. هنذاكر انجليش في كتاب كونكت كي جي 2 كتاب كونكت الترم الثاني. تعالوا كده نشوف اول يونت معانا. هناخد الاول في يونت 5 ماي بارتي. ده المحتوى بتاع المنهج بتاعي. عندي 4 يونتس: ماي بارتي، my farm, my family's jobs, my summer games. هنبتدي مع بعض الاول في unit 5 اللي اسمها my party. تعالوا نشوف كده هناخد فيها ايه. يلا حبايبي حلوين، close your book, open your book, page 2. تعالوا نشوف بيقول لي my party unit 5 اسمها my party. الاطفال الحلوين دول بيعملوا ايه؟ عاملين حفلة. تعالوا نشوف الفوكابلري اللي عندي بتقول ايه. هما هنا جايبين صور لحاجات: cake, ice cream, pizza, yogurt, water, salad. الاطفال الحلوين دول عاملين ايه؟ عاملين حفلة. بيعملوا فيها ايه؟ جايبين كيكة وجايبين شموع وجايبين ايس كريم وسلطة وجايبين حاجات كتير علشان يعملوا حفلة مع بعض. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض، هم هيبتدوا الحفلة وهيغنوا مع بعض. تعالوا نشوف هيغنوا يقول ايه. Please come to our party. Let's have fun. There is food for everyone. We have pizza and salad, yogurt and cake, ice cream and water. Yum yum yum. Happy birthday Adam. Happy birthday to you. Happy birthday Dina. Happy birthday to you. تعالوا نشوف بقى مع بعض هنا. سمعنا الأغنية بتاعتهم. تعالوا نشوف ناخد الكلمات مع بعض أو الفوكابلوري اللي هي المصطلحات اللي موجودة عندي في الدرس. What is it? Cake. It's cake. What is it? It's pizza. What is it? It's salad. What is it? It's a water. What is it? It's a yogurt. Yogurt. What is it? It's ice cream. تعالوا نقرأ تاني مع بعض الفوكابلري مع بعض. الفوكابلري اللي فوق دي اللي هي المصطلحات اللي موجودة في الوحدة بتاعتي. cake, ice cream, pizza, yogurt, water, salad. تعال هنا شوف مديني تمرين بيقول ايه. Look, complete the pattern and say. بصوا معايا هنا في اول مجموعة من الصور دي. Number one جايب لي cake، بعدين ice cream. يا ترى ايه اللي هيجي بقى بالترتيب هنا؟ بصوا معايا كده، اول صورة ايه؟ صورة cake. بعد الكيك جي مين؟ جي الايس كريم. بعد الايس كريم جي مين؟ جي الكيك. طيب بعديه جه مين؟ جه الايس كريم. يا ترى ايه الصوره اللي هتبقى هنا؟ مين شطور وعارف؟ برافو عليكوا، هيجي يا مس الكيك. هتيجي صوره الكيك، هنرسم هنا صوره كيك. يبقى هنا هنرسم ايه؟ صوره كيك. طب نمبر 2 بيتزا. يا ترى ايه اللي هيجي هنا؟ اتنين صورة ايه؟ بيتزا. يبقى انا هنا اتنين صورة بيتزا، بعديها ووتر، بعديها بيتزا، بعدين ايه يا ترى؟ ها مين شطور وعارف؟ ووتر. هرسم صورة ايه؟ ووتر. طيب نمبر 3 يوجرت سالاد ايس كريم. ها يبقى هنا ايه يا ترى؟ برافو عليك، وصورة الايس كريم. تعالوا نشوف تاني، نقرأ الفوكابلوري اللي عندي. vocabulary cake
ice cream, pizza, salad, water, yogurt. طيب تعالوا بقى بعد كده هنشوف الستوري. ستوري هنا بيقولوا ايه الاطفال الحلوين دول. Our birthday party. Our birthday party. هم عاملين حفلة ليهم لعياد ميلادهم. تعالوا نشوف كده مع بعض. Number one. Page number one. قصدي picture number one. بيقول ايه؟ بيسأل زميله. بيسأل دينا. ادم بيسأل دينا. Can I have some salad please? ادم هنا. دينا معاها ايه؟ معاها السلطة. وادم عايز ياخد منها، هيعمل ايه؟ هيشدها كده منها ويقول لها هاتي، ولا هيسألها الأول بأدب؟ طبعا لازم يسألها بأدب. هيقول لها ايه؟ لما اجي اكون حد معاه حاجة وانا عايز الحاجة ديت منه، هروح اشددها كده منه؟ لا طبعا، هقول له لو سمحت ممكن تديني الحاجة دي؟ لو انت معاك مية وانا عطشان عايز اشرب، هقول لك ايه؟ هشد المية منك كده؟ ولا هقول لك لو سمحت هاتلي اشرب؟ طبعا هقول لك لو سمحت هاتلي اشرب. اللي بيتكلموا بالانجلش، الناس اللي بتتكلم بالانجلش ما بيقولوش طبعا هما مش عارفين عايز اشرب دي، هما بيقولوا can I have some. هو عايز حاجة هيقول can I have. Can I have some salad please. Please يعني كده لو سمحت ممكن تديني الحاجة دي. Can I have some salad please. دينا شطورة هتقول له ايه؟ Yes here you are. يبقى انا لما اكون عايز اطلب من حد حاجة هقول له ايه؟ انا دلوقتي دينا عايز معاها سلطه وانا عايز سلطه، هقول لها can I have some salad please. دينا شطوره بتديني، هتقول لي ايه؟ yes here you are. yes here you are. طيب تعالوا هنا البنوتين جمال دول، واحده معاها بيتزا والتانية الطبق بتاعها فاضي، عايزه حته بيتزا من صاحبتها، هتقول لها ايه؟ can I have some pizza please. هتديها وتقول لها ايه؟ yes here you are. yes here you are. تعالوا هنا كمان الولدين دولت، ادم والولد بيقول له ايه؟ بيقول له can I have some yogurt please. بصوا الولد ده قدامه هنا في يوجرت، يوجرت زبادي، يوجرت. can I have some yogurt please. هيقول له yes here you are. yes here you are. طيب دينا وليلى هنا بتقول لها can I have some ice cream please. بصوا هي معاها هنا ice cream ودينا عايزة منها، هتقول لها ايه؟ can I have some ice cream please. هترد عليها وتقول لها yes here you are. yes here you are. طيب تعالوا نكمل ونشوف. الاطفال خلاص جهزوا الكيكات وعملوا التورتات اهي، وحطوا فيها الكاندلز. كاندلز دي اسمها كاندلز، يعني ايه؟ من شطور وعارف يعني ايه كاندلز؟ برافو عليكو. كاندلز يعني شموع. تعالوا نعدهم كده count with me. 1 2 3 4 5 5 candles. 5 candles. تعالوا هنا نشوف في الكيك دي 1 2 3 4. يا نهار ابيض كلهم nine candles. 9 candles. هنا التورته بتاعتهم يا عيني ناقصه، ما فيهاش كده ايه؟ دي فيها خمسة ودي فيها أربعة بس، دي فيها 5 ودي فيها 4 candles. طب ينفع كده؟ لا طبعا ما ينفعش. بيزي بالشطوره هي دايما بتساعدنا، هتقول لنا ايه؟ هتعمل ايه يا ترى؟ بيزي بشطوره جدا جابت كمان كاندل واديتها لمين؟ اديتها لهم عشان تحطها في التورتاي عشان يبقوا 5 كاندلز. يبقى انا هنا عندي 5 كاندلز والكاندل اللي بيزي بيه جابتها، يبقى كده 5 كاندلز هنا كمان، هيحطوها هنا ويقولوا 10 كاندلز. تعالوا كده نكاونت كده ويز مي. هنا هنحط الشمعه بتاعت مين؟ بتاعت بيزي بي. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 اللي هي الكاندل بتاعت مين؟ اللي بيزي بي جابتها. شكرا يا بيزي بي، ثانك يو فيري ماتش. طيب تعالوا بقى كده نذكر حاجه مهمه جدا نسينا نقولها هنا. تعالوا نشوف كده الكالرز، يلا نشوف الكالرز الموجوده معايا. يا ترى وات كالر از ات؟ وات كالر از ات؟ اتس
pink. What color is it? It's orange. What color is it? It's green. Green. What color is it? It's blue. Blue. What color is it? It's blue. What color is it? It's white. What color is it? It's green. What color is it? It's red. What color is it? It's pink. What color is it? It's yellow. Yellow. Pink. Green. Green. Red. Red. Blue. Blue. How many cakes? تعالوا كده عد الكيكس الموجودة عندي. 1 2 2 cakes. 2 cakes. طب تعالوا نعد الكاندلز الموجودة فيها الشموع. 1 2 3 4 5 candles. 1 2 3 4 5 candles. هنا 5 candles وهنا 5 candles. يا ترى كلهم على بعض، تعالوا نعدهم كلهم على بعض كده هيبقوا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 candles. يبقى أنا عندي هنا كم candle؟ 10 candles. تعالوا نشوف مع بعض الأوديو سكريبت بتاع الأوديو سكريبت بتاع الأغنية اللي هي سينج هنا دي، اللي هنا سينج بيقول لي سينج الأوديو سكريبت بتاعها. Please come to our party. Let's have fun. There is food for everyone. We have pizza and salad, yogurt and cake, ice cream and water. Yum yum yum. Happy birthday, Adam. Happy birthday to you. Happy birthday, Dina. Happy birthday to you. طيب تعالوا بقى نكمل مع بعض. نجيب page 8. تعالوا كده بيقول لي هنا listen, cut and stick. تعالوا هنشوف نسمع كده مع بعض اللي انا هقوله. شوف الميس هتقول ايه في اول صورة، في اول pictures, first picture. الاول هنا هنروح صفحة 107، هو كاتب لي هنا اهو go to page 107. تعالوا نشوف فين 107 اهي. our birthday party. Our birthday party. تعالوا نشوف هنا في أول بيكتشر هنحط إيه يا ترى. تعالوا نشوف نسمع الأول هما بيقولوا إيه في أول بيكتشر. Number one. آدم بيقول Can I have some salad please? آدم بيقول Can I have some salad please? دينا هترد عليه وتقول له Yes, here you are. يا ترى فين السالاد هنا؟ دي السالاد؟ لا. Is it a salad? Yes. هي دي يا ميس. Yes. يبقى دي هنعملها ايه؟ هنقطعها وناخدها في number one. يبقى number one في بتاعت السالاد. يبقى هنقطع الصورة دي cut وهنحطها فين؟ نحطها في number one هنا. طيب number two هتبقى ايه يا ترى؟ اسمعوا كده معايا. Can I have؟ دينا بتسأل ليلى بتقول لها Can I have some pizza please؟ هترد عليها ليلى وتقول لها Yes, here you are. يا ترى فين بيتزا؟ اهي. يبقى دي تاني صورة هنقطعها ونعمل ايه؟ ناخدها على هنا ونلزقها في number two. Number three هتبقى ايه؟ Number three آدم بيسأل يوسف بيقول له Can I have some yogurt please؟ Can I have some yogurt please? هيرد على يوسف ويقول له Yes, here you are. يا ترى فين هنا اليوغرت؟ اهو يوغرت. الصورة دي هقصها وهحطها في number 3 هنا. Number 4 دينا بتسأل ليلى بتقول لها Can I have some ice cream please? Can I have some ice cream please? هترد عليها وتقول لها Yes, here you are. Yes, here you are. هي دينا بتسأل Can I have some ice cream? Can I have some water please? يبقى هي بتسأل على حاجتين اتنين مش حاجة واحدة. أول حاجة ice cream، تاني حاجة water. فين بقى يا ترى الصورة اللي فيها الايس كريم والووتر؟ ها احنا خدنا دي ودي ودي، فاضل دول.
يبقى هي دي ice cream water. ice cream water. طيب بعد كده number 5، يبقى احنا هناخد الصورة دي هنحطها فين؟ هنحطها في number 4 هنا.